اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم مستقبل سكواش في النادي الاهلي وفي مصر هيكونوا معانا. برحب بالبدايه بيوسف هشام لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر وبطل انجلترا المفتوحه تحت 17 سنه الذهب، وبطل امريكا المفتوحه ايضا ذهب تحت 17 سنه. اهلا بيك يا يوسف. مبروك. ايه علي صوتك كده؟ ايوه كده مبروك. نروح طبعا لنجمنا الصغير بقى، طبعا اخو النجم الكبير مروان عسل صاحب ذهبيه انجلترا تحت 15 سنه. اهلا بيك يا مروان. ازي حضرتك؟ انا مصطفى قاعد قدامي بس على صغير. ازيك يا مروان؟ اخبارك؟ الحمد لله. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. تهالي ده كان يعني انت كنت وانت معانا من حوالي سنه كده قلت لي ان انا ان شاء الله عايز العب، وعايز العب مع منتخب مصر، وعايز العب بطوله انجلترا واكسب فيها. الحمد لله. فرحان؟ طبعا. طب قول لي الاستعداد جه ازاي يا مروان؟ يعني انت بدات ازاي؟ عرفت ازاي هتروح؟ يعني كلمني في الاول، عرفت ازاي الاول انت رايح بطوله انجلترا؟ احنا في الاول السيزون بنلعب 5 بطولات يعني عشان نشوفوا مين اللي هيروح، يعني مين اللي هيروح البريتش اوبن. اللي هيبقى تصنيفه احسن. عشان من اول 5 بس. طيب هم مين بقى ال5 بطولات اللي انت لعبتهم؟ فاكرهم؟ بطولة منطقة اسكندرية. تمام، ادي أول واحدة. عملت فيها إيه؟ أخدت فيها مركز أول. ما شاء الله. تمام. بطولة بلاك بول أخدت فيها مركز أول. ما شاء الله. وبطولة أول بطولة كانت بطولة منطقة الجيزة أخدت فيها مركز ثاني، وبطولة طنطا أخدت برضه فيها مركز ثاني، وبطولة النادي الأهلي أخدت فيها مركز أول. أول يعني ما شاء الله لعبت 5 بطولات، 3 أول و2 تاني. الحمد لله. ده حطك في التصنيف إيه بقى؟ ده حطيني في نصف اول. اول ممتاز جدا. ده كده انت تروح انجلترا اوتوماتيك. وتروح على نفقه الاتحاد. ايوه صح كده. تمام. وعندنا احنا 5 لاعبين راحوا، 2 على نفقه الاتحاد وثلاثه على نفقتهم. انت كنت من اللعيبه اللي رايحين على نفقه الاتحاد. طيب خلاص اتعرف تصنيف انت اول رايح انجلترا، اتمرنت مع مين بقى في البدايه مع المنتخب؟ يعني مع اللاعبين يعني؟ لا انا بتكلم على المدربين، مين اللي كان مسؤول عنك مدرب في المنتخب؟ كابتن اندرو وجيه. كابتن اندرو هو اللي كان ماسك سنك. طب انت كان معاك لعيبه مين رايحين في نفس سنك؟ سيف رفاعي. سيف رفاعي معانا النادي الاهلي. معانا في الفقره الثانيه. مين تاني؟ وادم حول. مين؟ ادم حول. ادم بيلعب في انهي نادي؟ دجله. دجله حلو. وحسن منشاو. حسن؟ حسن. حسن. انتوا لعبتوا هناك منتخبات ولا لعبتوا بس فردي؟ يعني لعبتوا كمنتخب ولا لا؟ كمنتخب. منتخب. طب لما لعبتوا جماعي كمنتخب عملتوا ايه؟ فردي بس. مش فردي ما فيش جماعه. ايوه ما ده اللي قصدي عليه، ان هو ما فيش يعني ما لعبتوش باسم منتخب مصر، ما لعبتوش ثلاث مثلا ماتشات باسم فريق منتخب مصر. تمام، بتلعبوا فردي بس باسم مصر. طيب خلينا نروح على النقطه اللي بعد كده. سافرت امتى قبل البطوله؟ بقد ايه؟ بيومين. بيومين. سافرت مع بابا. صح كده؟ صح. بابا انتوا بصوا، انتوا بصوا بابا يعني اتروق معاكم مع مصطفى. الراجل بصراحه اعصابه خلاص ما بقاش فيه اعصاب. باظت. يعني انا كنت بحضر معاه ماتشات مصطفى، الراجل يعني يعني بص تعب جدا كده. طب خلينا نروح ليوسف بقى. اجي لك يا يوسف. انت بتلعب في النادي الاهلي من فتره، من 2018 صح؟ طيب انت بقى انت ليك تجربه الاول شويه. هو ما راحش انجلترا عشان امريكا عشان التاشيره ما طلعتش. انت رحت. نرجع بقى بالتاريخ شويه كده. انجلترا عرفت هتروحها ازاي الاول؟ سوري امريكا هتروحها ازاي الاول؟ امريكا عادي، لا انت تطلع على حسابك، اي حد ممكن يطلعها. بس ليه لازم يبقى له رانك؟ اللي اعرفه ان امريكا اللي في الجينيورز بقى دلوقتي لازم يبقى له رانك مش دلوقتي. اي حد دلوقتي. بس فانا رقم واحد خلاص. انت بالنسبه لك تسجل تروح. انما اول 8 هم بس اللي يقدروا يسجلوا ويروح. بيجيب ورقه من الاتحاد بالرانك بتاعه. صح. طيب ايه اللي خلاها تيجي في دماغك ان انت تسافر؟ عشان هي بطوله جامده برضو زي بطوله انجلترا، يعني هي تقريبا تاني اجمد بطوله بعدها على طول. فان انا اكسبها دي حاجه كويسه. رحتها في تحت 15؟ لا تحت 17. رحتها زمان تحت 13. تحت 13 سنه كام تفتكر؟ 2016 اخر 2019. 2019. رحت عملت فيها ايه؟ كسبتها برضه الحمد لله ما شاء الله. يعني انت رحتها تحت 13 وكسبتها. ورحت انجلترا 15 ماتش عشان كورونا. كانت اتلغت بقى السنتين دول. ورحت برضه انجلترا 2020 كسبتها برضه الحمد لله ما شاء الله. 13. دي كانت في قلب كورونا بقى. بس كنا عاملين هنا هي البطوله اتلعبت وبعد كده الدنيا قفلت خالص ما شاء الله. رحت انت جبت الدنيا وانت جاي راجع من انجلترا، رحت قافل البلاد. طب سلام عليكم يا جماعه، انا كده تمام، انا كسبت خدت الدهب وماشي. طيب انت رحت امريكا. خلينا نتكلم امريكا. انت سجلت عملت ريجستريشن، دفعت الفيس بتاعت البطوله، حجزت. كان بتعمل في انهي ولايه؟ في فيلادلفيا. فيلادلفيا ده بعده شويه، كان الاول بيعملوا في نيويورك. كان في بوسطن قبل كده. كان بوسطن وبعد كده كان في كانكتك قبل كده في في قريبه من كندا، وبعد كده دلوقتي رحتوا فيلادلفيا. عاملين ياخدوك واحده واحده جوه. طيب البطوله هناك كان في مصريين معاك في امريكا؟ كان في مصريين. مين؟
كان في مش من الاول خمسه، كان في واحد اسمه علي الطيب، وكان في واحد اسمه محمود، مفيش حد منهم من الاهلي يعني. كان نعم. مش مشكله، مصريين عامه موجودين من انديه اخرى يعني، كان في 3-4 معاك. طب ليه ما فيش عدد كبير راح امريكا؟ كان زمان بتلاقي مصريين الطياره كلها رايحه مصريين، ليه بقى عدد قل؟ عشان موضوع الرانكينج ده قل ولا ممكن عشان الرانك والفيزا؟ عشان الفيزا، الفيزا في ناس كتيره فعلا جت لها، ما هو مروان ما راحش عشان الفيزا. بس انت معاك الفيزا من زمان عشان كده سجلت ورحت. رحت لوحدك ولا رحت مع مين يا يوسف؟ لا رحت مع مامتي وبابايا. مامتك وباباك ما سابكش؟ هم كانوا بيلعبوا سكواش الاول؟ لا لا مش بيلعبوا سكواش. طب ليه اختاروا لك سكواش ولا انت اللي اخترتها؟ لا هل ليك اخ اكبر منك؟ ما انا بسال. ما هو مروان طلع بالديفولت زي مصطفى، خد لفه الاول كوره وبعد كده راح رايح سكواش، فخد لفه وبعد كده حط مروان على الطريق. خلاص هو لعب سكواش فمروان طلع ورا اخوه. انت مالكش اخ اكبر منك؟ لا عندي اخويا لعبوا سكواش؟ لعبوا زمان. بقى خلاص يبقى ده الاصل بقى. ايوه يبقى هم الاصل بقى اللي قال له بابا ماما سكواش وبتاع وبعد كده انت دخلت. طيب رحنا امريكا وكسبنا ذهب، رجعنا لعبت كام بطوله زي هم خمسه برضه؟ زي ما هم خمسه برضه، هم نفس الخمسه. لا بس انا لعبت اربعه، ويعني هم اول خمسه بس اللي بيحددوا يعني مين اللي طالعين. تمام. انا لعبت اربعه بس عشان يعني في بطوله المناطق النقط بتاعتها تبقى عاليه. ايوه ايوه. وانا كسبت اتنين منهم فما كنتش محتاج العب اخر واحده. انت عملت ايه طب في الاربع بطولات؟ انا لعبت اول بطوله كانت في طنطا، خدت فيها مركز رابع. تمام. وبعد كده منطقه الجيزه خدت اول، عشان اللي دي بقى دي اللي عملت معاك. طيب وبعد كده اللي هو منطقه اسكندريه، منطقه اسكندريه خدت فيها اول برضه. بس خلاص هم دول يسفروك مريح. هم دول بقى. انت لو لعبت على منطقتين اسكندريه خلاص. لا بالظبط صح. طب والرابعه بقى؟ الرابعه كانت في طنطا برضه، كانت منطقه الدلتا. عملت ايه؟ خدت فيها تالت. بس حلو انت واخد هم دول اللي خلوك. انت تصنيفك على مصر كام دلوقتي؟ واحد. واحد. طيب ما شاء الله يعني. انت رايح كنت الاهلي برضه وكسبتها. كسبتها. بس الاهلي سمعت معاك برضه، ما جمعت لك شويه نقط. طب انت رحت بطوله انجلترا، عرفت ان انت مسافر وخدت تاشيرتك والدنيا تمام، سافرت مع مين؟ مامتي وبابايا برضه. ده ما شاء الله. انت بص باباك هو بقى واخد بابا ومامته بقى معاك، فطبعا يعني الموضوع لا طبعا ربنا يخليهم ليك واكيد هم اكبر داعم ليك. طيب رحت قبل البطوله بقد ايه؟ زي نفس طياره مروان؟ كلنا كنت نفس الطياره؟ لا بس كان في طياره الصبح وطياره بالليل. بس في نفس اليوم. سافرنا يوم 1-1 على نفس الطياره. رحت اتمرنت هناك كام تمرينه بقى والاجواء كانت ايه؟ رحنا اتمرنا يومين او ثلاثه تقريبا قبل البطوله، وبعد كده البطوله بدات بقى. طيب ويعني كلمني بقى عن بطوله انجلترا، كانت اقوى من امريكا؟ كان ليه بقى؟ لعبت مين؟ هو فاينل امريكا كان صعب قوي، الولاد كان كويس جدا. بس انا لعبته في امريكا المفتوحه، ما لعبتوش يعني. انت ما هو نفس سنك اكيد شفته في امريكا. في انجلترا بقى انا لعبت. ما انت لعبت في انجلترا. لعبت امريكا في انجلترا صح؟ لعبت امريكا وكان انجلترا. طب الامريكان اللي شفتهم في انجلترا كانوا معاك في بطوله امريكا هناك؟ ولعبت قصادهم؟ لا ما لعبتش ولا واحد، لعبته في امريكا وانجلترا يعني. طيب كان مختلف. طيب عملت ايه ماتش امريكا اللي كان في الفاينل؟ كان صعب الصراحه، الولد كان كويس قوي بس هو ما راحش انجلترا. ما راحش انجلترا الفاينل بتاع امريكا؟ ما راحش انجلترا. ليه؟ انجلترا كان شال اسم البطوله. كان طب ما تعرفش اتصاب ولا ايه؟ مش تتابع يا ابني؟ مش تتابع يا ابني مستقبلك يا بابا وذاكر كويس، مش تشوف المنافس بتاعك ما راحش ليه؟ فيعني انت خلاص هو ما راحش. الفاينل في امريكا كان جامد، الفاينل في انجلترا اكيد ما كانش بنفس القوه. كان جامد. لا برضه كان جامد. بس انا بالنسبه لي الماتش كان صعب قوي، كان السيمي فاينل كان واحد كوري. لا دي جديده. هي جديده. كان في واحد امريكي اصلا كسب اثنين مصريين. ايه ده؟ ده امريكي. طب امريكي ده من اصل مصري ولا امريكي امريكي يا مروان؟ لا امريكي امريكي. طب مين اللي هو كسب رشدي و لا امريكي 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 امريكا دلوقتي بتكسب المصريين عادي؟ اتحسنوا بره، اتحسنوا عامة. طب انت ليه بتقول قبل النهائي كان جامد عشان الكوري ده؟ الكوري ده كان ماتش رخم يعني. خلص كام؟ 3-2. اوبا. وكسب برضه واحد مصري قبليه. وكسب واحد مصري. اوبا. 3-2 دي 3-2. وكان كله ماشي بقى 11-9 الماتشات كده ولا الجيمات كده ولا ايه؟ هو لما كان بيكسب يعني الجيمين اللي كسبهم كانوا 11-9 و13. انت بتكسب 11-5 11-6. شفت؟ ما هو بتبقى كده بقى. بص هي بتبقى اعصاب يا باشا، انت اعصابك فكت شويه فهو جابك مش هو اللي جامد. دخلت على يعني هو كان نهائي مبكر بالنسبه لك؟ ده كان بالنسبه لي كان اصعب ماتش، هو الماتش الوحيد اللي 3-2 في البطوله يعني.
طيب خلينا بقى نتكلم، هروح هجي لك بس روح لمروان. مروان مدربك مين؟ مدربك في النادي الاهلي كابتن محمد عبد القادر. هو برضه واخد، انتوا واخدين خط كابتن هو خط هو بس خلاص الراجل ده يا عيني برضه يعني كابتن محمود سواء مع مصطفى او معاك ماشي. طيب قول لي بقى، انا عايز اتكلم عن دور كابتن احمد حسني بامانه. الراجل ده يعني انا بحبه جدا جدا، طبعا المدرب العام لفريق الرجال او المسؤول، سافر معانا على فكره بس وهو كان معاك على الطياره، كان هو وكان في عضو مجلس اداره في الاتحاد. احنا ما كناش هنسافر اصلا، انا ما كنتش هسافر. لا انت ولا باباك استاذ محمود هم اللي سابوا التذاكر وجم على هم سافروا التذاكر. استاذ عمر المرشدي برضو ايوه كان استاذ عمر المرشدي عضو مجلس الاداره صح كان ما يعني قال لي خد انت التيكتس عشان انت لازم تروح الاول عشان وكابتن احمد حسني مدربك في الاهلي هو اللي ساب التذكره لبابايا عشان يسافر عشان. طب اقول لك على حاجه على كابتن احمد حسني. كابتن احمد حسني انا كنت معاه في امريكا 2014 2015 وكانت بنتي بتلعب البطوله دي هناك، وراح علينا نسيت الدرو بتاعها. بقول لك قصه حقيقيه، انا دخلت على اللابتوب اشوف الدرو فافتكرته بكره ما راحتش كابتن والله العظيم. كنا بنلعب فين؟ في نيويورك في نيو هيفن، وجي كابتن احمد حسني كان معايا في الاوتيل، كان ساعتها مدرب ما كانش لعيب. جري معايا والله العظيم زي ما بقول لك كده، جري معايا من الاوتيل، كان الاوتيل على بعد ربع ساعه، جري معايا في شوارع نيو هيفن لغايه ما وصلنا للملعب، وفضل معايا لغايه ما وافقوا لانه كان حاسبوها انسحاب. وافقوا ان بنتي تلعب الدور الثاني بقى اللي هو بيبقى كابتن احمد حسني الصراحه رجوله 100 100. طب قول لي يعني ايه نصايحه ليك هناك؟ كان بيقول لك ايه؟ لا هو كان معايا يعني كل ماتش بيبقى معايا، والكابتن اندرو جي برده بيبقى معايا، ومدير استاذ امن الطرابلسي برده بتبقى معايا، كل يعني كله بيبقى كله كان الجروب بتاع السفريه كانوا معايا. طبعا. طب حد كان بيديك نصايح ولا كانوا بيتفرجوا عليك بس؟ لا كلهم كانوا بيديك نصايح. ايه بقى ايه بس ابرز الحاجات؟ اهدى ما تخافش كانوا بيقولوا لك كده. ما تمرقعش. بيقول لك بس انت على فكره انت ما بتخافش على فكره. لا ما بخافش. انت ما بتخافش بصراحه ما شاء الله. يعني باباك قال لي انت ما شاء الله ما بتخافش بصراحه. الحمد لله. بس ممكن تكون بتدلع شويه. قول الحقيقه. ساعات تحس ان الدنيا ماشيه فتلاقي نفسك كسلت شويه. ايوه. غير مصطفى خالص. لا مصطفى حاجه ثانيه. انت مصطفى عنده شويه يعني الفورت عالي جاهز. لا هو لعب معايا بس البطوله عشان كده راح. يا جامد ماشي يا سيدي. طب بتتمرن مع مصطفى؟ بتتمرن معاه؟ الشهر اللي فات لعبت معاه كله. بيكسبك ولا انت بتكسبه؟ لا بقى عليك بقى. طب اساله سؤال وانت موجود يا يوسف، لو ان شاء الله ربنا يكرمك وتلعب بي اس ايه؟ مين هيكسب فيك؟ شفت؟ عليك ولد تعجبني. طب السؤال اهو، تعمل ايه؟ لو انتوا الاثنين هتلعبوا هتقطعوا بعض ولا ايه بقى؟ زي محمد مروان كده. لا هنظبطها هنظبطها. بص اللي بيقول لك بس في الاخر تبقى ليه؟ هينزلوا بص ياكلوا بعض، كل واحد عايز يكسب. لا هتبقى حاجه حلوه ان انتوا الاثنين تلعبوا بي اس ايه بس اول وثاني. تقول له انت سيبها لي الشهر ده وهو يسيبها لك الشهر الجاي وتقعدوا بقى ايه ماشيين كده. الله ينور عليك. قول لي يا يوسف مين مالسك الاعلى؟ مين في السكواش بتحب تتفرج عليه؟ بحب اتفرج، انا بحب عمرو شبانه قوي. شبانه بحبه. حضرته يعني وهو بيلعب اتفرجت عليه. بتشوف ماتشاته القديمه كلها. طب مين كان غير شبانه؟ غيره؟ طب تعرف لقب شبانه ايه؟ لقبه؟ في لقب بيتقال عليه كده المايسترو. ده كان كانه بيعزف بالكمانجا جوه الملعب. والله شوف بص والله العظيم يعني كان بيقعد كانه عازف في الملعب. حريف قوي الصراحه. وكان هو اشول. انت اشول؟ لا انا ايمن. طب ازاي تاخد مثل اعلى وانت ايمن هو اشول؟ بس لا بهزر عادي بهزر يعني. بس انت طب مين تاني غير اللي انا بهزر؟ بحب رامي عاشور قوي برضه. مين رامي عاشور؟ طبعا. مفيش مصطفى عسل؟ عشان اخوه طب قاعد طيب؟ طب عشان اخوه قاعد طيب؟ لا بهزر بهزر. لا بحبه برضه. لا طبعا لا رامي عاشور. لا احنا بنهزر يعني طبعا اكيد. انا بتكلم بس رامي عاشور قعد فتره انا فاكر 64 ماتش ورا بعض ما يخسرش حاجه زي كده. فاكر دي؟ رامي عاشور. لا انا بحب اتفرج على ماتشات الصراحه. لا رامي كانت تحس ان هو اولا خليفه عمرو شبانه، ثانيا كان المضرب تحس انه حته من ايده. صح؟ طب فاكر له ماتشات؟ فاكر لشبانه ماتشات عجباك قوي معلمه في دماغك ولا كلها؟ كان في ماتش كده في دبي مره كان بيلعب مع جولتيه، بحب الماتش ده قوي صراحه. طب ايه اللي عجبك في الماتش؟ خلي بالك عشان انا بحب الاسكواش. بص انا هتلاقيني فاهم وعارف فانت ايه ما يعني انا بقول لك الاسكواش انا بحبها. انت ايه اللي عجبك في الماتش؟ الاثنين كانوا بيلعبوا حلو قوي قوي يعني. الرالي مثلا كان طويل وسريع. لا الماتش كان حلو جدا الصراحه. طب يوسف انت شايف قوتك فين في الملعب؟
كل واحد ليه قوه وضعف. هل انت قوتك الفيزيكال عالي؟ هل انت قوتك تلعب من ورا؟ هل قوتك الدروبات؟ ايه تحس ان هي لعبتك السايد وول مثلا، ايه اللي عندك تحس ان هو انت بتتميز فيه ولما بتيجي لك الكره في الحته دي بتخلص؟ اكتر لعبه تحب تلعبها ايه؟ مهم في سايد وول سيرفاتك. احنا بنلعب نكات وكده والحاجات دي بس يعني. وانت برضو نفس الكلام، تخلص تحط الكره تروح ميته وخلاص تخلص الحاجات دي. بس يعني اكتر حاجه بتحبها او بتستمتع بان انت تحطها دروب قدام. دروب ده قاسي. قاسي. طيب خلينا نتكلم عن مدربك في الفيزيكال. مين مدربك فيتنس؟ كابتن محمد عبد اللطيف. وانت؟ كابتن محمد عبد الغني. كابتن محمد عبد الغني برضو محمود. محمود ابغاني. طيب كابتن محمود وهو نفس مدربك مع، مش هو مدرب مصطفى برضو ولا غلطان ولا لا؟ لا هو كان بيدربه في فتره برضو، بس مصطفى فتره في سنك دي كان كابتن ابغاني بيمرن. تتمرن معاه؟ بتروح له اماكنه وكده ولا تتمرن في النادي الاهلي؟ بيجي لك في النادي. هتمرن مع بعض في النادي. ما هو شغال. طيب ماشي. ما انا عايز اعرف بقى انت بتتمرن قد ايه؟ يعني قد ايه فتره؟ يعني مثلا انت عندك تمرين النهارده. بتروح قد ايه تتمرن قبل الفتنس، قبل التمرين السكواش، ولا بتيجي لهم الصبح مخصوص وترجع تاني؟ لا يعني بتمرن مثلا مع كابتن محمود وبعد كده يعني اخلص اريح شويه وبعد كده يعني اخش على الفتنس في نفس الوقت. يعني في نفس المرحله تاخد لك ساعه فتنس تريح لك مثلا ساعه وتخش على السكواش. طب السكواش بتقعد تتمرن قد ايه؟ يعني تمرينه وجيمات. نقول التمرينه، التمرينه بتبقى ساعه مع كابتن محمود. ساعه بتخش بعديها جيمات ولا ساعه وتروح؟ لا يعني بقعد شويه مثلا ساعتين وبعد كده اخش على جيمات التيم تريننج برضه في النادي. يعني انت في تمرين التظبيط بتاعك ساعه. تريح لك ساعه او ساعتين برضه. كابتن امير وجيه نفس الكلام برضه. بس انت كده تلاقيك بتقعد في النادي بال 8 و 9 ساعات. صح؟ يعني بتقعد فتره فتنس وتريح وبعد كده تمرين عادي وتريح وبعد كده جماعي. صح؟ لا ده انت مقيم بقى. انت مقيم في الدوري. بس خلي بالك هو ده الاسكواش. عايز تبقى لعيب سكواش هو ده، انت قاعد في الملعب. مصطفى ما شاء الله برضو نفس الكلام. طب يوسف انت مدرب الفتنس نفس الكلام بتتمرن تمرينه احكي لي بس كده. انا بروح مدرسه الصبح صراحه، بروح كل يوم وبرجع بنام شويه كده. لازم بنزل بالليل بقى. لا بس انت باين عليك دماغ جامده جدا. لا بص انا قاعد معايا اثنين في الاستوديو، انا اول مره انا بشوفكم بتتمرنوا وانتوا زي اولادي، بروح لسكواش كتير. بس انتوا دماغكم يعني ما شاء الله. احب انا اللعيب والله بجد بحب اللعيب اللي بيضحك والراسي كده. طيب بتروح انت مدرستك فين؟ ما تقوليش اسامي، قول لي مناطق. في الخمايل. طب حلو. ساكن فين؟ في الشيخ زايد. طب حلو، يعني الدنيا قريبه. برضه ماشي. وبعد كده بتروح تتمرن، ترجع تنام شويه وتروح النادي. انا بروح المدرسه وبعد كده برجع انام شويه وبالليل بقى بنزل فتنس وسكواش مع بعض. وبنفس الكلام زي مروان كده، بتاخد لك مثلا ساعة فتنس. ساعة فتنس وبعد كده الفتنس جيم ولا فوت ورك في الملعب؟ كله يعني على حسب الأسبوع بيبقى فيه كل حاجة يعني. طب كم تمرينة فتنس وكم تمرينة فوت ورك؟ افتكر يعني فتنس أربعة مثلا. طب الفتنس الأربعة بيبقى في منهم فوت ورك وبيبقى في منهم تراك وفي منهم جيم. هي بتبقى كله يعني سايكل كده على حسب بقى الكابتن شايف ايه يعني. وبتريح بعد الفتنس بشوية؟ بريح مثلا بريح شوية نص ساعة ساعة مثلا كده بقى. تخش تمرين عادية. طب خلصت التمرين في تلات أربع ساعة بساعة. وفي جماعي بتقعد له؟ بلعب. بتروح مقتول. بروح أنام بقى عشان أصحى المدرسة اليوم. طب بتعمل السايكل دي تاني. سعيد بحياتك كده ولا عايز تخرج مع أصحابك بقى وعايز تروح؟ لا ما بخرج بقى مثلا الخميس بالليل مثلا أو كده. عشان أنا بريح الجمعة يعني أكيد لازم أريح يوم مثلا. بخرج مثلا يوم الخميس بالليل شويه كده وبعد كده برجع تاني بقى الاسبوع كله سايكل كده. طب هسالكم انتوا الاثنين سؤال. تمام. انت بالنسبه لك يا مروان عايز تاخد سكه ان انت او ما تخش على جامعه تروح جامعه في امريكا، ولا عايز وهناك بقى مصريين يعني لو قلت انا تروح هارفارد تروح ييلي يونيفرستي تروح جامعات جامده جدا هناك، ولا عايز تقعد هنا عشان السكواش هنا يعني اقوى وان انت ممكن تبقى ليك في البي اس اي كلمه جامده؟ يعني عايز تاخد انهي طريق؟ والله لسه بفكر، بس طريقين حلوين الصراحه. طريقين حلوين يعني. انت مش مستبعد ده ومش مستبعد ده؟ لا كويس. طريقين 100 100. بس هو مصطفى كان مستبعد الاولاني خالص. مصطفى قال لك لا انا هقعد هنا مش هسافر. لا بس دلوقتي ابتدى. لا مش يدرس خلاص، اصل هو يعني لو كان هيدرس هو دلوقتي ثانيه جامعه مصطفى صح؟ ثانيه. فاضل له سنه. فاضل له سنه. طيب يعني خلاص يعني. بيخلص يعني. يعني هو لو فكر يروح يلعب بره هيبقى بيلعب وهو مخلص. انا قصدي اقول لا بدايه الجامعه اول ما تروح يعني خلصت ثانويه عامه او خلصت اي جي او خلصت وات ايفر امريكان بتروح على امريكا على طول. في لعيبه كتير عملوا كده. في علي فرجان. علي فرجان متخرج بتاعت منين؟ من هارفارد. ده معاه شهاده والله العظيم. ايرو داينامكس
من جامعه هارفارد. يبدا ان بيشتغلوا في الطيران والهندسه والحاجات دي. فهو معاه شهاده ورجع قال لك لا انا عايش. انت طب انت يوسف انهي سكه؟ انا لسه بابا عمر فرجوا علينا. يعني ما تقولش غير اللي انت اتفقت معاهم. قول بقى الحقيقه اتفضل. يعني هم مش ضاغطين عليا في حاجه يعني، بس انا لسه مش عارف مش مكرر يعني. انت رحت امريكا وشفت هناك الدنيا برضه حلوه. الدنيا حلوه هناك والسكواش بيكبر. لا السكواش بره في نفس الوقت هنا اتحسن كتير قوي السكواش بره. انت لسه ما قررتش بس انت على الابواب خلاص. انت في سنه كام؟ ثاني ثانوي؟ انا في اولى ثانوي. طب خلاص يعني الدنيا قربت. امريكان ولا اي جي؟ يعني انت السنه الجايه هي اي جي ثالث سنه بتبقى مواد بسيطه، انما ثاني سنه هي السنه دي هي اهم سنه. بالظبط برافو عليك. السنه اللي بعديها بتبقى تكمله، السنه الثالثه بتبقى فور فان كده يعني بتخلص الحاجات اللي ناقصاك او حاجات الوزاره او كده. بالظبط. بس انت ما خدتش قرار لسه. لسه بس لما اخلص السنه دي بقى ان شاء الله اشوف كده. انا انت عارف ان لعيبه الاسكواش مطلوبين جدا في جامعه امريكا. طب وسمعت ان دلوقتي بقى في 30 جامعه تقريبا ليهم بروجرام سكواش، كام ده صح؟ انت شفت هناك اكيد ولا ما تعرفش عدد؟ مش عارف بس انا ما كنتش بلعب في جامعه هناك. البطوله ما كنتش بتلعب في جامعه، كانت مجمع سكواش بس. مجمع ما هو في مجمعات اتعملت بس انا بتكلم على الجامعات. كانوا زمان 9 او 10 جامعات هم اللي فيهم البروجرام بتاع السكواش. دلوقتي بقى كتير قوي. كتير. بقى كتير جدا. 35 جامعه. بقى كتير قوي. السكواش. طيب خليني اقول بقى قبل ما افصل احب كده ايه عشان احنا بنسجل وبعد حلقتين ثلاثه لما ان شاء الله تبقوا انتوا ابطال عالم وبتاع وتيجوا معايا تاني بنرجع ذكريات ونقول انت كنت معانا وكان نفسك كده. انت طموحاتك ايه يا يوسف؟ وعايز توصل لايه؟ طب ممكن هو جاوب الاول. ماشي فرصه تفكر. بص بكار بص قال لك ايه؟ قال لك طب خلي مروان. ماشي يا مروان هسيبك شويه فكر ارجع لك. قول يلا معاك يا مروان. ايه طموحاتك؟ يعني انا ابقى لاعب بي اس اي يعني وابقى محترف وكده يعني. ان شاء الله ممكن تخش البي اس اي وعندك 17 18 سنه ولازم تكون خلصت 16 تقريبا 16 او 15 حاجه كده يعني كمان سنه سنتين كده ان شاء الله. خلي بالك يا مصطفى اهو ناويلك. طيب قبل ما افصل معاك ونخلص الحلقه الفقره دي يعني قول كلمه لباباك ومامتك. هو اصلا ما تفاجئوش دلوقتي عشان في ماتش مصطفى. قول لهم في ماتش مصطفى. قول لهم لا هنسجلها ونبعتها لهم. قول لهم كلمه. طبعا احب اشكر بابايا ومامتي طبعا يعني قاعده معايا على طول وبتدعي لي وكل حاجه يعني. احب اشكر بابايا طبعا ان هو بيسافر معايا كل السفريات وكل البطولات بيبقى معايا فاشكره طبعا. الشكر واجب ويوصل له. يوسف قول لي بقى طموحاتك وبعد كده قول بقى رساله لبابا. انا عايز اكسب بطوله، عايز احافظ على المستوى اللي انا فيه ده واكسب بطوله العالم الناشئين تحت 19. امتى بطوله العالم؟ هتتلعب في شهر 9 تقريبا. لسه شويه. هتكون مستواك كمان اتحسن اكتر من كده ان شاء الله. يعني نفسك بطوله العالم وده حقك. ونفسك ايه تاني؟ يعني ده اقرب حاجه. تحافظ يعني على مستواك. تحافظ على مستواك. دي اقرب حاجه بعد كده لما ان شاء الله اكسب بطوله العالم شوف بقى. وطيب ورساله باباك ومامتك؟ انا عايز اشكرهم طبعا مجهود يعني في معايا طبعا. نروح المعادي ونروح نروح حتت بعيده قوي يعني. طبعا اكيد تعب. ويسافروا معايا على طول كل حاجه طبعا. اكيد انتم من غيرهم ولا حاجه. وانا بقى اتمنى لكم قبل ما افصل اتمنى لكم السلامه، ربنا يحفظكم من الاصابات عشان تمشوا بالمعادله. بس عايز اشكر بس كابتن محمود عبد القادر على المجهود اللي هو عامله. وصيك. وصيني. ده انا بشكره قبل منك. لانه الحقيقه كابتن محمود من المدربين العظام، هو كان لاعب جامد جدا والنهارده بيخرج لنا لعيبه جامده جدا. ده انا بشكره معاك. وكابتن امير وجيه برده. طبعا. وكابتن منتخب كابتن اندرو وجيه. اندرو طبعا. اندرو ساعدنا كتير قوي احنا هناك. هو برضه يعني هو ماسك 15 و17 و19. ما شاء الله. ساعدنا اخذ 15 و17 والتوفيق يعني ليه. وانت مش عايز تشكر حد غير اللي شكرهم مروان؟ مدربينك في النادي الاهلي ومدربين هم يبقى انتوا كده خلاص. في حد تاني؟ بس اتمنى لكم ان ربنا يحفظكم الاصابات يا يوسف. انا بشكرك يوسف ششام طبعا بطل امريكا وانجلترا، بطوله امريكا وانجلترا المفتوحه للسكواش. بشكرك نورتنا وشرفتنا. لا شرف والله. نورتنا يا حبيبي. مروان عسل طبعا اخو مصطفى عسل نورتني وشرفتني والف مليون مبروك على ذهب بطوله انجلترا. ربنا يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين دي كانت الفقره الاولى لينا مع مستقبل سكواش. انتظرونا هيكون بعد الفاصل معانا فاروق احمد فاروق اول انجلترا تحت 15 وسيف الدين رفاعي تاني انجلترا تحت 17 بعد الفاصل.